بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي وحبايبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، فيديو مهم جدا جدا جدا، لأن الفيديو ده إن شاء الله يا جماعة هينزل بعد منه فيديو هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا، وهيعرفنا إن في عملية نصب كبيرة جدا بتتم في عملية بيع الدواجن وخصوصا البط. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرف الفرق بين كل انواع البط واسعارها، سواء كان كتاكيت صغيرة يعني كتكوت بط عمر يوم او بط كبير، وازاي نفرق البطة الصغيرة ونبقى عارفين ان ده هتطلع نوع كذا عشان ما يتنصبش علينا، لان في عملية نصب زي ما قلت لحضراتكم بتتم على المربي، وخصوصا ان هم ستات البيوت اللي مش فاهمين في انواع الدواجن والبط، وبياخد البطة غالية جدا جدا ظنا منها، او زي ما التاجر بيقول لها ان البطة ده هتوصل عندك كذا كيلو في كام يوم او في كام شهر، وبيطلع الموضوع نصب من الالف للياء. فان شاء الله نعرف في الفيديو النهاردة ازاي افرق بين كل بطة وبطة، وازاي اعرفها ان دي هتديني وزن في النهاية دي ايه، وسعرها الطبيعي العادل كام عشان ما يضحكش عليا، وان شاء الله نعرف كمان ازاي نعرف نتعامل مع البط. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي وحبايبي الكرام، زي ما قلت لحضراتكم هنعرف النهاردة انواع البط كلها، سواء كانت كتكوت او بط كبير، عشان نعرف بعد كده نفرق وما يضحكش علينا، لان الفيديو ان شاء الله اللي هنزله بعد ده مباشرة هعرفكم ايه عملية النصب الكبيرة اللي بتتم على المربين. البط اللي قدامنا ده يا جماعة بط مسكوفي، والبط المسكوفي ده هو اقرب انواع البط للبط البلدي، واحنا عارفين طبعا ان البط البلد ده ملك الطيور مش الديك الرومي، لا انا شايف ان البط ذكر البط البلدي او المسكوفي هو ملك الطيور، لان لحمته لا يعلى عليها، لكن هو طبعا لان نسبة الكوليسترول فيه بتبقى عالية، لانه طبعا لحمة لا يعلى عليها، فكثير من الناس ما بتقدمش على اكل البط، لكن هو طبعا معروف ان هو بيبقى حتى اغلى من الرومي البلدي، واغلى انواع الدواجن هو البط البلدي. البط المسكوف اللي حضراتكم بقى شايفينه ده اقرب انواع للبط البلدي، لذلك حتى ستات البيوت ما بيعرفوش يفرقوه، التاجر ممكن ما يعرفش يفرقه لانه قريب جدا جدا من البط البلدي، ما فيش يكاد يكون اي فرق غير الوزن. البط المسكوفي انا بشتريه بيقعد عندي من 3 شهور ل 3 شهور ونص، بيوصل عندي طبعا لو باكل علف صافي بيوصل عندي البط ذكر بط من 5 كيلو الى 6 كيلو، 5 كيلو الى 6 كيلو. طبعا كان في بط مسكوفي زمان بيوصل ل 13 كيلو اللي هو اللي كان مستورد، لكن ما عادش بينزل مصر، لكن الموجود دلوقتي بنقول لما بناكله صح بيوصل معايا ل 6 كيلو في خلال 3 شهور الى 3 شهور ونص. بيتباع الكيلو بيتباع احيانا ب 40 جنيه، احيانا ب 45، واحيانا في اهالي بتبيعه ب 50 على انه بط بلدي. البط اللي قدامنا يا جماعه ده بط بكيني او فرنساوي، والبط الفرنساوي هو ارخص انواع البط على الاطلاق، هو طبعا جملته بيتباع مثلا ب 19 او ب 20 جنيه، لكن بنشتريه من عند الفرارجي ممكن ب 27 او ب 30 جنيه، يعني بيبقى نفس سعر الفراخ البيضة، وده برضو بط اسمه بط شهرمان، برضو يعتبر هو يعني الفرنساوي يطلق على البكيني اللي فات وعلى الشهرمان ده، وزي ما قلنا هو ارخص انواع البط، جملته 19 20، القطاعي بتاعه ب 30 جنيه. تالت حاجة معانا البط البلدي اللي احنا قلنا طبعا ملك الطيور، والبط البلدي بيتميز ان هو بيرقد في البيت، هو البط الاول في موضوع الرقادة، هو عشان كده اسمه بط بلدي، بط بيتي، بياكل اي حاجة مش شرط ان انا اكله عليقة، لانه طبعا بيبقى عمره معانا اطول شويتين، انا ما بربهوش عشان يديني وزن وبيعه، لان وزنه طبعا ذكر البط ما بيعديش مثلا 3 كيلو 3 كيلو ونص، الانثى مثلا 2 كيلو ولا حاجه. المسكوف اللي فات الانثى بتوصل ل 3 ونص، لكن ده الانثى بتوصل من 2 ل 2 ونص، والذكر ل 3 كيلو ونص، قليل قوي 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 لو جاب 4، فبيقعد عندنا طبعا بالست شهور وبالسنه، وبنحط له بقى اي بواقي اكل مش شرط علف، لان انا مش مربيه عشان ابيعه قد ما انا مربيه عشان يكون عندي في البيت.
البط اللي قدامنا ده يا جماعة بط مولر أو بغال، وقلنا بط مولر أو بغال هو اسمين لنوع واحد، وكان بيجي الأول مستورد اسمه بط مولر أبعان حمراء، لكن برضو احنا بنقول ما عادش المستورد بيجي، فاللي موجود عندنا دلوقتي بط مولر تفريخ مصري يعني محلي. والبطة برضو بتقعد من 3 شهور إلى 4 شهور، برضو بتبقى زيها زي المسكوفي، بتجيب من 5 كيلو ل6 كيلو، وبقى عند بعض الناس ممكن تعدي ال6 كيلو. سعر البط المولر من 40 جنيه إلى 45 جنيه، وأحيانا يبقى ب35 جنيه، يعني هو بيكون أرخص من المسكوفي حوالي 10 جنيه في الكيلو، لكن لحمته زي المسكوفي بالظبط. طب نفرق بينهم بقى ازاي وهم صغيرين يا جماعة؟ البط اللي قدامنا ده بط مسكوفي، يبقى أنا لما أشوف البطة اللي قدامي ده هي في السوق مع التاجر هعرف إن دي بطة مسكوفي، سعرها بتبقى مثلا لو هي عمر يوم بتبقى ب 13 14 12 في السعر ده حسب البورصة اليومية. بالمنظر دي مثلا هي عمر 10 أيام زي ما حضراتكم شايفين، ده مثلا عمر 15 يوم، فممكن يكون الجوز فيه مثلا نقول ب 50 جنيه، الجوز ب 50 إلى 60 جنيه، الجوز ب 50 إلى 60 جنيه. ما نشوفش الأسعار اللي بنسمعها من خصوصا إخواننا بتوع الصعيد إن الجوز ب 80 وب 90 وتبقى لسه صغيرة وتتباع ب 70. زي ما قلنا البط المسكوف اللي شفناه صغير وقتي هو ده لما بيكبر، يبقى عرفت شكله وهو صغير ازاي، لما بيكبر بيكون شكله ازاي. البط اللي قدامنا ده طبعا بط مولر او بغال، هو بيبقى ابيض وفي دماغه نقطة سمراء، وبيكون سعره زيه زي الكتكوت المسكوفي من 13 14 12 حسب البورصة اليومية. وشفنا طبعا لما بيكبر بيكون لونه ابيض، وقلنا بيوصل 6 كيلو، لكن احنا بنتكلم هو ده شكله يا جماعة، هو عمر يوم بتكون البطة حسب البورصة من 12 ل 15 جنيه، هو ده سعره يا جماعة. منقاره ورجليه تشبه البط البلدي، منقاره مبيض شوية مش ابيض يعني، لا يعني ايه دموي شوية. اما البط اللي قدامنا ده البط البكيني او الفرنساوي اللي هو ارخص انواع البط، وهو رخيص لانه ما بيشيلش وزن زي ما حضراتكم شايفين، ما بيشيلش وزن وفي نفس الوقت بيقاك بيعمل صوت شديد، وفي نفس الوقت يعني ايه لحمته بتبقى بيضة. اما البط المسكوفي لحمته بلد زي البلدي بالظبط، البط المولر لحمته بيضة بس وردي، ما بيضة بس وردي. اما ده البكيني زي الفرق بينه وبين البغال يا جماعة منقاره ورجليه، شوفوا حضراتكم البكيني كأنها واخدة لون اصفر، المولر بتبقى بنقول بقها او منقارها ورجلها باهته شويه تشبه البلدي، لكن دي كانها مسبوغه كانها واخده لون. نفرق بين البط الفرنساوي اللي هو البكيني والبط المولر اللي هو البغال، لان في فرق كبير جدا في سواء في الاسعار او في اللحم. ده بط بلدي برضه هو صغير اللي هو السوداني او البلدي اللي احنا قلنا ملك الطيور. البطة عمر يوم بتبقى ب 20 جنيه او 18 جنيه، ده مثلا عمر 15 يوم ممكن تبقى مثلا البطة ب 30 جنيه. ده شوفوا حضراتكم منقاره اصفر ازاي، ده البط البلدي اللي احنا بنربيه عندنا وبيرقد، وده اول انواع البط اللي بترقد. بتبقى طبعا بط بيتي، وقلنا فيه تعايش لانه بياكل اي حاجة، عود خضرة بياكل، طماطماية بياكل، شوية رز باقيين مننا، حتة سمكاية، عن اي حاجة بواقي الاكل كل بتاع اكل البيت كله هو بياكلها، عشان كده هو اسمه بط بلدي، وقلنا ده انضف لحوم. البط اللي قدامنا ده يا جماعة ده بطة بيتقال عليها زوم او شورفان، فالبطة الزوم ده بقى قضيتها او مشكلتها مشكلة كبيرة جدا. تابعونا حضراتكم عن في الفيديو اللي هيعمله بعد ده مباشرة بأمر الله، لان البطة دي بقى هي مصدر عملية نصب كبيرة جدا بتتم على المربي المصري، وبيحصل عملية نصب مقننة، والناس بتضحك عليها في مبالغ كبيرة بسبب البطة الحلوة الأمورة اللي قدامنا ده. فحضراتكم يا ريت تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وبالذات تفعلوا زر الجرس علشان الفيديو ان شاء الله اللي هينزل لكم بعد الفيديو ده مباشرة في كلام كبير جدا ومهم جدا، وهعرف حضراتكم بالدليل ان فعلا في عملية نصب كبيرة او بتحصل بسبب يعني عدم الخبرة والدراية بالنسبة للناس في التفريق بين أنواع البط.
والبطة الحلوة العسولة اللي قدامنا دي هي طبعا الأداة بتاعت النصب. خليكم معانا اتفرجوا ان شاء الله او شوفوا الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.